اهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. بيك تايم هو الشعار يلي اختاره معالي المستشار تركي الشيخ ليكون السلوغن الخاص بالنسخة الرابعة من موسم الرياض يلي انطلقت فعالياته السبت الماضي، ليثبت انه ما في حدا بالعالم قادر على صناعة الترفيه بهالمستوى مثل المملكة العربية السعودية. هيدا يلي شفناه بحفل الافتتاح يلي شهد على انطلاق نزال ملاكمة أشرس رجل على وجه الأرض يلي أطلقه معالي المستشار لأول مرة بالعالم، وجمعت حلبة الملاكمة بالرياض الإنجليزي تايسون فيوري والفرنسي فرانسيس نيغانو يلي كانوا سعداء جداً لوجودهم بالرياض. A unique experience, something unseen before. Absolutely fantastic, and we're all going to have a lot of fun. Cannot wait. وانتهى النزال بفوز فيوري وتم تتويجه بحزام موسم الرياض. The Gypsy King Tyson Fury. وعد بحضور أهم نجوم الملاكمة بالعالم مثل مايك تايسون ودوي كوبر. وبالتأكيد جمع الافتتاح كوكبة من أبرز مشاهير العالم على رأسهم كاني ويست يلي كان حضوره مفاجأة للكل، وكذلك لاعب فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز يلي كانوا متحمسين كتير طوال هالليلة المميزة، والكل حرص على التصوير معه خاصة إنه رونالدو تم اختياره ليكون سفير لهالنسخة من الموسم. Well, for me, it's a big pleasure to be partner of Tuchel season. I have to thank you to all of them. First of all, to Turkey, who make this happen. كما شهد الحفل حضور النجم التركي بوراك أوزجوفيت وكذلك الهندي أمير خان يلي يبدو إنه من جمهور أمينيم، حيث رصدته عدسات الكاميرات وهو بيهدي ساعة ليميتد إديشن. هيدا أكيد بجانب حضور أهم نجوم الوطن العربي مثل نانسي عجرم ومحمد رمضان وياسمين صبري. وعلى صعيد آخر، سبق حفل الافتتاح الأسطوري حفل عشاء على شرف معالي المستشار تركي الشيخ بحضور نخبة من أبرز الفنانين والرياضيين ومشاهير العالم، من بينهم أحمد عز يلي عم يستعد لتصوير الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق بالرياض. وهلأ ما فينا غير إننا نتابع فعاليات موسم الرياض يلي تجاوز عددها 8500 فعالية ترفيه، من بينها افتتاح الملاكم العالمي مايك تايسون لناديه الخاص هنا، إلى جانب عدد من المسرحيات مثل الشيخ روحاني لحسن بلام ومسرحية زواج اصطناعي يلي رح تقف من خلالها مايا عز الدين على خشبة المسرح لأول مرة. هيدا بالإضافة إلى الحفلات الغنائية يلي رح تجمع أهم نجوم الغناء بالوطن العربي والعالم، وكذلك النسخة الجديدة من حفل الجوي أوردز يلي بيعد أهم حفلات توزيع جوائز الترفيه بالشرق الأوسط.